يا حباية ابو يوسف كيفك؟ انا بالغالي انا طلعت معي بالفيديو حبيب القلب. ايه هلا وصلنا هون لبعد 20 متر يعني الحد الفاصل بيننا وبين جماعة الارهاب المسلحة. مرحبا عمو كيفك مثل عودة؟ ابوس روحك. انت ولاد منار؟ انا ومين ولاد منار؟ انا ولاد ايوه علي اي حبي بيوم شهيد الله يرحمه. ايه فهون شايفين مبين على الكاميرا هون هذا الحد الفاصل بيننا وبين الارهابي وهي الشغله شايفينها الطويله ساتر وينها ساتر مشان القناص القناص اللي بده يتعامل مع هدول الاهالي شفتوا هدول الاهالي اللي نحن على اساس ما نخرب ونموت نحن كل ما في الامر ونطهر المنطقه مشان يرجعوا يعيشوا فيها مو مثل ما انتم بتدعوا نحن الجيش العربي السوري حبيباتي. هلا بده ينط واحد يقول والله دمرت وسويت وخربت يعني شيء طبيعي بحاله الحرب وقت بده يجي الارهابي يتمركز ببيت مدني او يتعاظم هذا الشيء يصير خارج عن السيطره بدها تهج الاهالي شيء اكيد يعني بدنا نجي نحن الجيش والجيش بده يتقدم اجباري بالمدرعه بالنسبه للقناصين يعني اذا ضلت زيت عساكر من اليوم لبكره بدهم يضلوا ينقنصوا فبدك تضطر ترمي او انه رمي مدفعي او يلي هو بس كل ما في الامر بتكون الاهالي هاي اللي ما تشوفوها هلا راجعه بيوتها وعايشه بامان تكون هاي الاهالي طلعت نجي نحن منطهر شو بيطلع بقى بايده الواحد اكثر من هيك وهي ليكنا انا العسكر اللي على اساس ما اقتل المدنيين ليكنا ماشيين بيناتك يلي بتقولوا الجيش ما يقتل ويضرب فلذلك المراهنه على مصداقيه الجيش العربي السوري صارت شيء مستحيل وكذبك مبين هاي حلب وهي الاهالي المدني شوفت عينك بدك تفهم وقت الجيش العربي السوري انه بيقسم قسم على حمايه الدوله اللي عايش فيها بيكون قد قسم فهذا الفيديو عبارة عن جولة عادية يعني في مادة الواحد بيطرحها المادة ليك الواقع قدامك وراك وحواليك طبعا عصابات الإرهابية المسلحة ما تدافع عن الديمقراطية شو أكثر شيء دارجة هلا هون حلب زرار الغاز مها طبعا ما يستهدفوا هاي الأهداف الوراي شايفيني زرار الغاز وبالهواء هدول هذا ارهابي هذا الصبي الوراي هذا نظر الارهابي ارهابي هو ما يطبق الدين الاسلامي يا اخي وقت ما زدت له جره الغاز هيك عشوائيا بين العالم وبيجوا اخر شيء بيصوروا لك مثلا مثل هذا البناء وراي شايفينه بالبعد اللي مهبط هذا هي الماده اللي بيصوروها وبياخذوها انه الجيش ليك شو عمل الجيش كسر فقع دمر ضرب مدفع مدري شو حبيباتي الاهالي بتكون طالعه هي للمره الثانيه الاهالي بتكون طالعه وهيجي منه للارهابي بنيجي نحن من طهره للمنطقه ونحن اسمنا جيش يعني مدفع يعني طياره يعني هبد عرفت شو